للمرة الأولى منذ بدء الإضراب المفتوح لهيئة التنسيق النقابية انضم موظفو الطيران المدني ولجنة المراقبين الجويين للإضراب، مما أدى إلى شل الحركة في مطار رفيق الحرير الدولي لمدة 4 ساعات. توقفت جميع الرحلات القادمة والمغادرة بين 10 صباحاً و12 وعملت إدارة المطار على إعادة جدولتها، واضطر المسافرون إلى الانتظار لساعات طويلة في المطار أو في منازلهم حتى معرفة توقيت الرحلات المقبلة. لكن العالم معطرة وقاعدة ناطرة 4 ساعات بالمطار، معقولين 4 و6 و10 ساعات من الساعة 7، وخايفين من الطرقات وخايفين من الحالة الأمنية. ما بيصير هيدا، هيك بيصير بده يعملوا إضراب بيعلنوا عنه وبعدين بيجوا بيسهلوا للعالم أموره وبعدين بيعملوا الإضراب. هلا إضراب هذا مش ناجح، هيدا الشيء ما بيصير. الإضراب حلو، الإضراب كل واحد يعبر عن شيء اللي بده إياه بهالحياة، نحن ديمقراطية، بس في أصول أخص المسافرين. بالعكس لازم نفتح المجال قدامهم لنريحهم مش نضايقهم. وقد أقفلت جميع المدارس الرسمية والخاصة أبوابها، وتوقف العمل في المراكز والمقرات الحكومية للمشاركة في اعتصام هيئة التنسيق النقابية الذي تزامن مع انعقاد جلسة وصفت بالحاسمة لمجلس الوزراء لإحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي للتصديق عليها. هيئة التنسيق جمعتنا كلنا بكل انتماءاتنا وراها لمطلب حقوقي ما حدا له حق يمننا فيه، لأن هيدا تصحيح أجور وليس منا من أحد. فهيدا الموقف تبعنا، وبكفي أنه نوقف كلنا هيك متضامنين من كل مناطق البلد من كل لبنان لحتى نثبت أنه لبنان واحد رغم كل الناس اللي عم بيفتتوه. وبينما تحدثت الحكومة اللبنانية عن ضمان مصادر التمويل لإحالة السلسلة، حذرت هيئة التنسيق من زيادة الضرائب على الطبقة الفقيرة أو محاولة المس بالحقوق المكتسبة للموظفين والمتقاعدين. لاريس عون، سكاي نيوز عربية، بيروت.